هي جت. سلام عليكم. ايه يا تيفا؟ تأخرت ليه يا تيفا؟ وربنا يا عم غزال من شارع السد والطريق معجون عجنة سودا. وريني. أكل العصافير أهو. هاي. آه. مش هو ده. حياة النعمة وحياة النعمة يا عم غزال، لفيت السوق كله ما لقيت غيره. أيوه ده وحش ده. المدعو ده وحش وكله قشر. والصنف التاني اللي أنت عايزه ده بيقول لك شاحر، مستورد ومش موجود. أكلهم أي حاجة بقى كله محصل بعض، وبعدين الصنف التاني ده غالي. معلش استحملوا. صبروا بطنكم بس شوية لغاية ما يظهر محروس. النبي أنا قلبي واكلني عليه قوي يا عم غزال. مش مطمنة للغطسة السودة دي، حاسة إن في وراها حاجة مهببة. يعني هيروح فين يعني؟ فين هيروح؟ أهو بيقضي مصلحة وهيجي. مصلحة إيه بس؟ هو ليه باب رزق غير في حارة الدراويش؟ يعني هو ربنا ما خلقش الرزق غير في حارة الدراويش؟ وين هو فرضاني أصله؟ لا عيل ولا تيل. ده بقى النوع ده مسموح له إن هو يروح في أي حتة ويرجع في أي وقت. ما هو أنا مش مدربك لي نافوخي غير إنه فرضاني يا عم غزال. مش فاهم. أصل بصراحة كده من أول ما حسيت بغيابه رنيت عليه. أما رنيت عليه لقيت تليفونه مقفول. قلبي حدفني بقى كده على فكرة مش ولا بد. فكرة إيه جاتك ده يا قولي؟ خايفة يا عم غزال. خايفة يكون حد ابن حرام شافه وهو داير في الحارة يوزع فلوس يمين وشمال طمع فيه. راح قطره بقى في أي نصيبة لحد ما جاب. بس يا بت امشي غوري. امشي يا بت غوري من هنا، جاك داهية في أفكارك. لا يا عم غزال، أمال هيكون إيه اللي حصل طيب؟ ده النهاردة الخميس. وليلة الخميس دي بقى بالذات محروس بيستناها الأسبوع كله عشان يقعد على القهوة ويسمع حكاوي عم فواز. بمناسبة القهوة، قومي بقى هاتي لي البن والسبرتاية أعدل دماغي بدل العفرة اللي أنت عملتيها دي. ماشي عيني. منك لله يا عواطف، نشنت على الوسواس اللي جوايا. ربنا يسوقك أبو خطوة، ربنا يسوقك بدل التوهة اللي إحنا فيها دي. هيكون راح فين يعني؟ ما ترده.